السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مروة من مطبخ مروة. النهاردة هنعمل ايه؟ البسرلي. البسرلي يا جي تحفة، يعني من اكتر الحاجات اللي انا بحبها. بصوا البسرلي جميلة ازاي، وطازة وحلوة. بصوا جميلة جدا. هننضفها بقى مع بعض عشان انا بحب انضف البسرلي، ما بحبش اعملها كده زي ما هي، بحبها متنضفه كبيره وجميله ازاي. هوريكم كام واحده كده بتنضفها، وبعد كده هنعمل لها تتبيله وهنقليها مع بعض. بص انا بنضفها ازاي، بشيل الراس نفسها كده. الراس بتطلع بايه؟ بالمصارين اهي اللي جواها. بفتحها بصغير كده، بطلع اي حاجه جواها بس كده. بصوا اهي كده خلاص نضفتها. لان دي من الحاجات اللي احنا بناكلها كده من غير ما نقشرها ولا اي حاجه، طبعا زي ما بيقولوا كده بتتاكل على بق واحد. بصوا جميله ازاي. بصوا انا عايزه اوريكم واحده كده، بشيل الراس كده كده تطلع كلها كده، وادخل صبعي كده في البطن واطلع منها اي حاجه زياده. واحدة تاني بشيل الراس كده اهي بالبطن بتاعتي اهي. بصي تحت المية طبعا. نعمل واحدة تاني كده خلاص اهي اهي الراس، وامسك الراس نفسها اهي اقطمها كده واشيلها كده بالبطن اهي. وبصبعي كده تحت المية بغسل اي حاجة ببطني. هنضفهم كلهم بقى بالطريقه دي ونعمل لهم تتبيله ونقليهم سوا. حبايبي اهي البسريه بعد ما نضفناها وغسلتها كويس جدا مره واتنين، حطيتها في مصفى كده عشان تتصفى، وهسيبها بقى تتصفى كده واسيبها تنزل كل الميه اللي فيها. بعد كده هنعمل لها تتبيله حلوه كده ونتبلها بيها. نعمل جنب البسريه دي طبقين كده مسقعه، ان شاء الله يعجبوكم. دلوقتي حبايبي رجعت لكم، احنا سيبنا البسريه تتصفى كده في مصفى، عبال ايه بقى، عبال لما نعمل معاها جنبها كده نعمل طبقين مسقعه كده. انا عندي مش مكتره طبعا، احنا هناكلها جنب البسريه. عندي كيلو بتنجان رومي قطعته وغسلته ورشيت عليه ملح وحطيته في ميه زي ما انتم شايفين كده. عندي فلفل رومي مقطعاه كده، وعندي فلفل حامي. انا هحط قرن بس زي ما هو كده بحاله علشان يعني ما يبقاش حامي قوي على الوليد. وعندي معلقه كبيره توم، وعندي طماطم. انا ما بحبش الطماطم بتاعت المسقعه معصوره، يعني عصير طماطم كده لا، انا بحبها مفرومه يا اما مبشوره، انا فرمها في الكبه. وعندي بطاطس بس. فالمسقعه اساسا ما لهاش مقادير، يعني انت اي كميه انت عايز تعمليها وانت اللي بتحددي. عايزه صلصتها تكون تقيله، عايزاها تكون خفيفه، لا انا بحبها خفيفه كده. نبتدي بقى. طبعا معانا زيت علشان نعمل فيه ايه، نقلي فيه البتنجان والبطاطس والفلفل، ومعانا زيت علشان نحمر التومه بقى ونعمل الصلصه بتاعه المسقعه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالوا بقى معانا على البوتاجاز عشان نعمل المسقعه. حبايبي ادينا جينا على البوتاجاز، حطيت حله كده فيها زيت، وهحط عليها التوم بقى، وحطيت على العين التانيه اهو طاسه فيها زيت عشان نحمر البطاطس بتاعه المسقعه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت في التوم كده، هنخلي التومه طفرة مش هنحمرها، هنخليها طفرة بس. طبعا البتنجان احنا ليه نقعناه في ميه في ملح، وانا هو طبعا بيتنقع في ملح، بيترش عليه ملح كده ويتقلب ويتساب عشان ينزل كل الميه ايه الزياده اللي فيه. ليه بنعمل له الحركه دي؟ علشان ما يشربش زيت معانا ويطلع كده مقرمش، ما يطلعش طري خالص كده ومليان زيت، لا يطلع مقرمش وما يشربش زيت معانا. عشان كده برش عليه الملح وكده. بس انا بقى بحط له ميه كمان، يعني الناس كلها بترش ملح مثلا وتسيبه كده، لا انا بحب ارش الملح واسيبه يتقلب في الملح حبه كده، وبعدين احط عليه ميه واسيبه في الميه.
لما بنرش عليه ملح ونسيبه حتى هو في الملح كده ينزل ميته، ايه اللي بيحصل؟ البتنجان لونه بيغمق حتى هو في الملح، لان احنا عارفين طبعا البتنجان فيه حديد عالي فلونه بيغمق. فانا لما بحط عليه ميه لا اللون ما بيغمقش، اللون بيفضل لون البتنجان فاتح وحلو كده. فدي يعني حاجه كده انا بحب اعملها، ويا ريت تجربوها هتعجبكم برضه، وما يخليش البتنجان يشرب زيت معانا خالص. دلوقتي التومه اهي صفرت، انا عايزاها صفرة كده بس اهي، هنزل عليها بقى بالطماطم يا اما مبشوره يا اما انا عاملاها بالشبه مش بشرها. انا عامله الطماطم بالشبه مش بشرها، مش بخلطها يعني، يا مبشوره يا عاملاها بالشبه. بس طبعا كل واحده اللي يريحها، عايزه تخلطيها اخلطيها، عايزه تعمليها في الكبه اعمليها في الكبه، عايزه تبشريها ابشريها، كل طريقه كل واحده ليها طريقه بتعمل بيها ومريحيها. البطاطس طبعا انا قطعتها صوابع كده وغسلتها كويس وسبتها في الميه حبه، انا بحب اسيب البطاطس كده بعد ما اغسلها في الميه حبه، بحس ان البطاطسيه بتنشف كده وبيضعف حجمها. هحطها دلوقتي في زيت سخن اهو، ما احطش البطاطس في زيت قادح، لا هتاخد لون من بره وهتفضل نيه زي ما هي، لكن نحطها في زيت سخن مش مقدوح، سخن علشان تستوي من بره ومن جوه. هنقلبها كده وهنسيبها طبعا تتحمر معانا، وبعد كده ايه انا هعلي على الصلصه بتاعتي المسقعه وهسيبها بقى ايه تتثبت مع نفسها كده، وهنحمر البطاطس وهنحمر برضو البتنجان، وهرجع ايه نطبق بقى الوصفة مع بعض. ودلوقتي حبيبي بعد ما الطماطم بتاعت المسقعة حطيناها، هنسيبها بقى ايه تتسبك كده، ونعمل مع بعض الخلطة اللي هنعمل نتبل بيها البسارية. وطبعا الخلطة دي احنا بنقول بنتبل بيها حاجات كتير جدا، مش الاسماك وبس. الخلطة بقى عبارة عن ايه، فلفل حامي، فلفل حامي كده، وهو كله حامي اخضر واحمر، وليمون، انا هحط على الكميه دي 3 ليمونات كبار، وتوم وخل وكمون وملح، هي دي الخلطه بس. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها هنقطع الفلفل، انا هقطع الفلفل واشيل البذور اللي جواه، مش هخلي الا اللحم بتاع الفلفل بس، وهفرمه هو والتوم والتوابل الكمون والملح في الكبه، وارجع بقى اوريه لكم. ودلوقتي حبيبي بعد ما قطعنا الفلفل كده، احنا شلنا منه كل البذور اللي فيه، هنعمل ايه بقى، هنفرم الفلفل مع الثوم مع الملح مع الكمون مع كل، بس خلي بالك طبعا لان الفلفل حامي جدا، يعني تلبسي كلابز ولا كيسة اي حاجة وانت بتعمليه. نحط كده نفرمه على حبة الثوم، نفرم كده وننزل ايه اللي في اجناب المفرمه عشان كله ايه يتفرم زي بعض، بس خلي بالك عشان بجد ريحته فظيعه جدا وبتاع ده وحامي، ممكن يوجع ايه ايدك يعني لو لمسته، لو لمسته وانت بتفتحيه ولمست عينك ولا حاجه توجعي جدا. لو الدقه عجباكي دي ما تحطيش فيها فلفل حامي، وانت ما بتحبيش الحامي ما تحطيش فلفل حامي، حطي رومي عادي خالص. ممكن تحطي معاها الملح والكمون والحاجات دي كلها وتخلطيها مع بعض، بس انا يعني الملح ناعم جدا فمش مستاهل ان انا احطه معاها. انا بعد ما بخلطهم كلهم لو الملح عندي مش جايبه اكياس يعني ولقيتها مش ناعمه قوي ممكن احطها، لكن انا شايفه ان الملح ناعم جدا فمش مستحمل يعني ان انا اخلطه عادي، ممكن ازوده كده بعد ما اخلطها احط فيه. انا بقى هنزل اهي، بصوا انا عايزه اوريها لكم الاول، مع الفلفل الاخضر والاحمر الحامي مع الثوم بس، فرمنا الفلفل والثوم بس اهو شكله، بصوا الخلطه ناعمه ازاي، ناعمه قد ايه. هنعمل ايه بقى دلوقتي، خلاص كده فرمناهم، انا بقى
بستعمل الخلطه دي في كل حاجه وفي تتبيل البتنجان المخلل. فانا بحب لما اتبل البتنجان المخلل بالخلطه دي احط عليه طماطم. فانا هعمل ايه؟ هاخد حبه من الخلطه دي وافرم عليهم طماطم. انا هفرم الطماطم اهو في الكبه مطرح الفلفل والثوم كده، طماطمتين كده مقطعهم اربع، هفرمهم مطرح ايه؟ الفلفل والثوم. ودلوقتي حبايبي اهي بعد ما فرمت الطماطم انا هاخد بس جزء اهي، الطماطم فرمتها خالص اهي بالكبه، انا هاخد جزء بقى من التتبيله دي، الجزء ده بس بخليه للبتنجان المخلل بس، لان انا بحب لما اجي اتبل البتنجان المخلل يبقى فيه طماطم، يبقى التتبيله نفسها فيها طماطم. فانا هاخد جزء بس من التتبيله دي كده اشيلها في علبه لوحدها للبتنجان المخلل. بحب البتنجان وانا متبلاه يكون في الحشوه بتاعته طماطم ما... يا اما مبشوره يا اما كده، طبعا بدل انا بعمل في الكبه ففرمتها في مره في الكبه، اعمل حاجات كتير بيها مع بعض. هنعمل ايه دلوقتي؟ احط عليها بقى التوابل اللي هي الملح، الملح كده بقى هنحط قد ايه ملح، واحط عليها بقى حبه كمون كده محترمين، حطينا ثلاث معالق ملح عليهم هما الاثنين، هنحط معلقه برضو هرميه كده كمون، انا حاطه طبعا مش هرميه هنا عشان دول، وهنا هحط بقيتها بقى التتبيله الثانيه. يعني حطينا على نص كيلو فلفل، معلقه هرميه كمون، وثلاث معالق هرميه ملح، وهنعصر عليهم ثلاث ليمونات كبار، وهنحط تقريبا تلت كوبايه خل. نحط تلت كوبايه الخل، هنحط هنا حبه لان فيها خل وليمون وملح، كل الحاجات دي بتساعدها ان هي ايه ما تتجمدش تبقى جامده يعني. هعصر بقى عليها الليمون كده، هعصر عليها الليمون كلها، وبعد كده هوريها لكم لما نخلص. وعلى فكره اللي عايز يعمل نص الكميه يعملها على حسب انت بتستعمليها قد ايه. انا عشان بستعملها في كل حاجه فبتخلص عندي بسرعه فبعمل نص كيلو، انت ممكن تستعملي ربع كيلو فلفل بس. دلوقتي حبايبي بعد ما قلبتهم كلهم مع بعض، عصرت بقيه الليمون وقلبتهم كلهم مع بعض، هعمل ايه بقى؟ هعبيهم في برطمانات مغسوله كويس جدا، برطمان علبه اللي عندك، ما عندكيش كيسه من بتاعه الثلاجه بس اقفليها حلو. وهعبيهم بقى في ال... انا هحطهم دلوقتي في علبه اهي، مش في برطمان ولا حاجه، بعد ما قلبتهم حلو هعبيهم في علبه كده. وهنا كمان اللي هي بالطماطم بقى بتاعه البتنجان احطها في علبه مختلفه مش شبه دي عشان ابقى عارفاهم من بعض. بقى الباقي في الفريزر واستخدمه وقت ما احتاجه. يلا بقى تعالوا معانا نشوف التسبيكه بتاعه الطماطم خلصت سبكت اهو. دلوقتي حبايبي المسقعه الصلصه بتاعه المسقعه خلاص اتسبكت اهي، هعمل ايه بقى؟ هنزل عليها بنص كوبايه ميه كده. انا ما بحبش المسقعه يعني صلصه كده، لا بحبها جوسي كده طريه، بس ما بحبهاش يعني تحس ان فيها صلصه فيها ميه كده، لا. هسيبهم بقى يغلوا مع بعض. بقى التوابل بتاعتها هحط لها ملح، معلقه ملح كده عشان البتنجان ما ننساش، البتنجان فيه ملح، وهحط لها كمون طبعا المسقعه حبيبه الكمون، معلقه كمون حلوه كده بالمعلقه دي كده، حطيت ملح بيها وحطيت كمون بيها يعتبر، وهسيبها ايه تغلي غلوه. ودلوقتي حبايبي اهو هنسيب بقى الصلصه بتاعت المسقعه كده تغلي، مع ما حطينا لها الميه هنعمل ايه بقى عبال لما تغلي؟ هنعمل البسريه هنتبلها علشان نقليها. البسريه من الحاجات اللي ما بتحتاجش وقت كتير في التتبيل، يعني ما نقعدهاش في التتبيله كتير، لا يعني خمس دقايق عشر دقايق بكتير، لان هي ما بتبقاش مستحمله، بتشرب الملح بسهوله جدا. دي الدقه اللي احنا عملناها مع بعض اللي هي فلفل وكمون وليمون وثوم، وحطيت كمان انا عليها وخل طبعا، حطيت عليها معلقه كزبره ناشفه كده صغيره عشان انا بحب احط مع السمك اي نوع سمك كزبره ناشفه طبعا ما عدا السمك المشوي. هعمل ايه بقى؟ انا هي فيها ليمون وكل حاجه، بس انا بحب اي اسماك بحب ازود لها الليمون، فهعصر عليها ليمون كده. بصوا على التتبيله نفسها ليمون مش
مش هعصر على البيكاريه، هعصر على التتبيله نفسها ليمون. انا بعد ما اطلعها بعد ما اقليها بحب برضو اعصر لها ليمون. بعد ما اقلي البيكاريه اعصر لها ليمون. حطيت ليمونه كبيره كده عشان هي التتبيله نفسها فيها ليمون، وهحط التتبيله كده على البيكاريه. وطبعا ما نقلبهاش خالص بمعلقه، لا نقلبها. اوريكم اقلبها ازاي، لان البيكاريه من الحاجات اللي مش بتستحمل هي كمان، فما تتقلبش بمعلقه ابدا، هنقلبها كده. بصوا يا اما بايدينا عادي، يعني اقلبها بايديا عادي، ما كده كده همسكها بايديا عشان اقليها. البيكاريه ما تحطلهاش معلقه، لان لو حطينا لها معلقه تتهري، حتى مهما كانت لسه طازه وجامده وكده، لا ما تنفعش تقلب بمعلقه، بايديا كده بتلطيف ايديا كمان. طبعا الدقه لو انت شايفه ملحها قليل زودي لها ملح، يعني ظبطيها. يعني هي الدقه ديت لكل الحاجات زي ما قلنا، مخللات، بابا غنوج، سلطه طحينه، سمك مقلي او مشوي، حاجات كتير اهي. بصوا لون البيكاريه اتغيرت زي ما تحط لها الليمون والدقه، فما ينفعش تتسفي فتره، لان هتبقى عامله زي المخلل كده، كاننا مخللينها، اللحم بتاعها بيتاكل بسرعه. فهنعمل ايه دلوقتي، احنا تبلناها يا دوبك هنطبق بس وصفه البتنجان، نحط كله على بعضه في قلب الحله، وبعد كده هولع الزيت هقليها على طول. دلوقتي حبايبي اهي بعد ما التسبيكه غلت معانا، بصوا تغلي ازاي. بعد ما غلت معانا هنعمل ايه، طبعا دقت الملح بتاعها ولقيته مظبوط. ونسيت اقول لكم على حاجه، انا حطيت في الطماطم اول لما حطيناها على الثوم معلقه سكر، اي حاجه فيها طماطم بحط لها سكر. البطاطس والبتنجان والفلفل احطهم بقى، حطيت البطاطس. البطاطس ما قلهاش قليه كامله، يعني هسيبها كده ايه لسه فيها قرشه كده، علشان لما تنزل في الصلصه في التسبيكه ما تتهرش. وهحط البتنجان. بصوا البتنجان ناشف ازاي، مش طري ولا حاجه، جميل. بصوا ناشف، يعني مش اتنين فلفل، مش واحد، واحد اخضر وواحد احمر حاميين. هلا ما رضيتش اقطعه علشان طبعا هيخلي المسقعه حرقه جدا، وانا ولادي صغيرين ما بيحبوش الحاجات الحامية، فاللي عايز ياكله حامي كده ياكله، يقطعه بقى بايده كده ياكله بقى، لكن احنا ما بنحبش الحاجات الحامية. هقلبهم كده مع بعض بس برضه بشويش عشان ما يتهريش. هنا حبايبي خلاص المسقعه هي اخدت غلوه، انا ما بحبهاش تبقى فيها صلصه كتير كده عايمه فيها كانها شوربه، لا ما بحبهاش كده، بحبها كانها طاجن في الفرن، كاني عاملاها في صينيه او في طاجن في الفرن، يعني ماسكه نفسها كده مش مليانه ميه بمعنى اصح. وما بحبش الصلصه بتاعتها تقيله لان بتحمي على السكر. بصوا الصلصه بتاعتها لونها جميل ازاي، بصوا ومش تقيله ولا حاجه. بصوا احنا هنطفي عليها، انا ولعت على الزيت اللي هنقلي فيه البسريه. بصوا بصوا جميل ازاي في الحله كانها طاجن في الفرن، بصوا الحله وكانها طاجن. بصوا الصوص اللي فيها مش كتير، والطماطم مش تقيله، المسقعه خطيره خطيره هتعجبكم ان شاء الله. نركنها كده على جنب بقى هنا، وهنبتدي نقلي ايه السمك. هنا حبايبي ده دقيق اهو هنقلي فيه السمك، انا حطيت عليه بس رشه كركم بسيطه كده، انا بحب الكركم بيدي لون حلو قوي لاي حاجه بتتقلي وبالذات الاسماك. هنجيب بقى السمك، البسارية طبعا مش السمك، هنحطها ايه حبة بحبة كده، منحطش كتير، نحطها كده في الدقيق ونرشرش عليها كده. عايزينها بقى تطلع الوحدة زي ما هي كده بوحدتها زي ما بيقولوا. هنعمل ايه عشان الوحدة تطلع بوحدتها، هنجيب مصفى سلك وننخل ايه الدقيق اللي في البسارية، الباقي في البسارية بقى. انا عندي مصفى كده مخلياها لتصفية الزيت الباقي من اي حاجة يعني، ومخلياها في كده اعمل بيها البسارية مخصصة كده، بستخدمهاش الا في كده بس. بصوا نشيل بقى اي دقيق باقي. بصوا بقت البسارية من غير اي دقيق. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، الزيت سخن اهو، ننزلها ايه في الطاسة، هنجيبها كده بظهر اللي هي اللي بنطلع بيها البطاطس بظهرها كده، ما نحاولش نقلبها كتير، نعمل حبه كمان كده. طبعا الدقيق يكون كتير،
علشان يغطي كل السمكة كل البتريه كده، يخليها كلها متغلفة بالدقيق عشان ما تلزقش ببعضها، عشان مفيش واحدة نلاقيها لازقة ايه في التانية. بصوا يا رب يكون واضحة، هقرب لكم كده شوية اهي. بصوا بصوا دي مغلف كل واحدة ازاي، دي مغلف كل واحدة لوحدها مفيش واحدة لازقة في التانية. هنعمل ايه بقى؟ هناخدها كده زي ما عملنا قبل كده ونحطها في المصفى، هنقلبها كده. بصوا نقلبها كده، ما تحاوليش تملي الطاسه كتير عشان ما تلزقش برضو ببعض، بس دول حبه صغيرين خالص. لا انا هحط اكتر من كده، انا هحط اللي انا عملتهم دول كلهم دلوقتي، بس دول حبه صغيرين خالص عشان كنت اوريلك هي بتبقى عامله ازاي. انا هطلعها كده ذهبيه، انا ما بحبهاش، لا انا ولا ولادي، ناشفه يعني ناشفه جامده كده بقى، ما بتسيبيها هنا على النار وتنشف بتجلد بقى اهي. بصوا جميله ازاي، لونها جميل قد ايه. هنحط بقى الحبه التانيين اللي احنا عملناهم. بصوا هم اكتر من اللي انا طلعتهم دول. بصوا ظهر اللي احنا بنطلع بيها البطاطس، بصوا بظهرها كده. انا بقى هقلي دول بنفس الطريقه كده، هقلي دول بنفس الطريقه، وبعد كده نطلعهم كلهم بقى وهكمل بقيه الكميه، وهنطلعهم ونقدمهم واوريهم لكم وان شاء الله يعجبكم. اهو انا عايزه اوريكم في الطاسه كده اهو. بصوا كل سمكيه لوحدها، كل بتريه لوحدها. بصوا حبايبي انا عايزه اقول لكم بس اهم حاجه، ان انتم ما تقلبوهاش خالص بعد ما نسويها كده زي ما وريتكم، ما نقلبهاش خالص، يعني قلبتيها هتتكسر وهتتهري هتبقى وحشه. بصوا بعد ما تتشمع كده، شايفين اللون الفاتح خالص بتاعها ده كده اتشمعت، هنبتدي بقى نقلبها عشان كلها تاخد نفس ايه اللون. لكن لو قلبتيها وهي لسه طريه ما خدتش ما اتشمعتش زي كده هتتهرى منك وهتبوظ وهتتقطع منك خالص، هي سنه كمان كده وهطلعها عشان احنا بنطلعها ذهبي زي ما وريتها. بصوا حبايبي شايفين هي دلوقتي اهي، بصوا اللون بتاعها عامل ازاي. دلوقتي نقدر نقلبها، اما نيجي بقى نقلبها كده نعمل ايه؟ ما نقلبهاش قبل المرحله دي. لما نقلبها كده نبتدي نبدر البسارية اللي احنا هنقليها التانية بالدقيق علشان نقليها. اوعي تبدري البسارية كلها مرة واحدة وتسيبيها، هتشرب الدقيق وهتبقى عجينة معاكي. لما توصل للون دوت هنبتدي نحط ايه؟ كمية البسارية اللي احنا هنقليها التانية حبة بحبة اللي احنا هنحطهم في الطاسة ونقليهم. بصوا حبايبي اهو بقى السرد البسارية بعد ما قليناها والمسقعة بعد ما خلصناها، وطبعا بدل في مسقعة يبقى لازم جرجير، وجبنا كمان خس جنبها كده، جرجير وخس وعيش طبعا والمسقعه والبسريه. يا رب النهارده تكون الوصفه عجبتكم. بصوا البسريه جميله ازاي، بصوا البسريه مفيش واحده لازقه في الثانيه، بصوا الطبق مفيش واحده لازقه في الثانيه، بصوا جميله قد ايه. بصوا مقرمشه من بره وطريه من جوه ولونها فاتح ذهبي وجميل جميل بجد، هتجربوها هتعجبكم جدا. وبصوا المسقعه مش مهرية، بصوا البتنجانية بحالها والبطاطساية، بصوا مش مهرية ازاي، كل حاجة محتفظة بقوامها. الفلفل الحامي اهو طبعا علشان مرضتش اقطعه علشان ما يبقاش حريق. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب على القناة مع اليوتيوب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.